بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك، لو ناديته جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار، قول يا رب. آمنت بيك قربني ليك، الدنيا سحلاني، يا طول عذابي في بعد عنك، يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت بنا رحلة سحر الدنيا لمنطقة من مناطق الشياكة، حيث المطاعم الراقية والعربيات الكبيرة الفارهة والناس اللي معاها فلوس، بنتمشى مع بعض وبنغوص في نفوسنا عشان نشوف يا ترى الدنيا سحرتنا ولا لا. واحنا النهاردة هنتكلم عن سحر من اخطر الاسحار اللي سحر العالم كله. بنغوص في النفوس عشان نشوف ايه اثر الفلوس على النفوس. الفلوس مصدر عز ناس كتير، ومصدر سكينة وطمأنينة ناس كتير، ومصدر قوة وسلطة ناس كتير، ومصدر سعادة ناس كتير. يا ترى عرفنا مراد ربنا من الفلوس فجبناها من الحلال وأنفقناها في الحلال، وعرفنا حق الفقراء فيها وحق رب العالمين، ولا استعبدنا المال فصرنا احنا عبيد للمال وبقى عندنا جشع؟ ويمكن سحر المال هو الجشع. الجشع هو الطمع لجمع الفلوس بأي طريقة وأيا كانت العواقب. الجشع هو جمع المال سواء من حرام أو من حلال وبدون مراعاة حق رب العالمين ومراد رب العالمين. إذا اتفقنا إن سحر الدنيا الإنسان المسحور هو الشخص اللي نسي مراد ربنا من استمتاعه بالنعم، فأخذ حظ نفسه بس ونسي ربنا، أما الشخص اليقظ فهو المستمتع بالحلال مع عدم نسيان مراد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ويصدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي قال: تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. فعلا الفلوس بتنسي الإنسان كل حاجة وربنا وكلام سيدنا محمد والقيم والمبادئ، وبيفتكر الجمع والشره. وهنا الشيطان قال إن الفلوس أقوى جندي ليا، كما في كتاب المنذري الترغيب والترهيب، وكتاب في أكثر من 4000 حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال: ثلاثة لن ينجو مني بسببها صاحب المال. ثلاث مداخل أخشها لصاحب المال. أول مدخل من المداخل ألا يأتي به من حله، يجيبه من الحرام. والمدخل الثاني أن ينفقه في غير حقه. والمدخل الثالث أن يمنع منه صاحبه أي الفقير. ثلاث مداخل: يجيب الفلوس من الحرام، ينفقها في الحرام، يمنع حقوق الناس الغلابة في مال ربنا اللي معاك. وصدق رب العالمين: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فذكر في الزينة المال الأول، وكلمة زينة دايما تاخدك للشيء اللي يخطفك، يشدك، يستعبدك، يخليك مش قادر تقاوم نفسك، يسحرك. ولما ربنا اتكلم على المال ما قالش المال بس، ده قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالإنسان ما بيحبش الفلوس، ده بيحب الغنى، وكل ما يبقى معاه يتمنى يكون معاه أكتر، وكل ما يجمع يبقى عنده شراهة أكتر، إلا العبد الصالح اللي النبي قال عليه: نعم المال الصالح للعبد الصالح. الشخص اللي بيجمع المال من حلال ولكنه مش ناسي حق رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديت. يا
يلا نغوص في النفوس. على رأي دكتور محمد المهدي أحد كبار علماء النفس، عمل مقال اسمها الفلوس والنفوس، أثر الفلوس على جشع النفوس. يلا نغوص في النفوس ونشوف هل فعلا عارفة تجمع المال من حلال وتنفقه في حلال والمال ما بقاش إله، ولا تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. تعال أقول لك على علامات لو موجودة فيك يبقى المال خطفك وسحرك. احنا اتفقنا وقت العلامات ده وقت الشجاعة ومواجهة النفس، يا ترى انا كده ولا لا؟ لان اول خطوة لحل اي مشكلة والفك اي سحر هو الاعتراف، الاعتراف بالمشكلة ومواجهة المشكلة دي. بيقول لك اللي مسحور بسحر المال، اللي عنده جشع غدار وملوش عزيز. دي علامة مميزة جدا لأي حد بيحب الفلوس أكتر من نفسه وأكتر من الناس وأكتر من ربنا كمان. عبد الدرهم والدينار فعلا غدار ملوش عزيز. يعني ايه؟ تعرف الناس لما بتتعامل مع بعض بتألف أمثال من خبراتها في الدنيا، يقول لك التاجر ربه الجنيه مش ربه ربنا، أجيب الجنيه إزاي ده ربنا بالنسبة لي، والتاني يقول لك ده ياكل مال النبي. انت مدرك يعني ايه واحد لو عايش ايام النبي وبيتعامل مع النبي ماديا ياكل مال النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني يهون عليه النبي انه يسرق فلوسه. علامه تانية من العلامات اللي لما السحر يتغلغل قوي والمال يتملك من قلب المسحور بسحر المال هي التنازل عن المبادئ. عبد المال او المسحور بالمال، معلش لو الكلام يوجع، بس هو سيدنا محمد قال كده، عبد الدرهم المسحور بسحر المال بلا مبدا بيقتل ضميره للحصول على المال. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصف، قال كما قال أبو هريرة: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام. وهنا تفتكر الشخص اللي متجوز واحدة وبعدين عايزة تتطلق منه اختلفوا، فيضغط عليه عشان ما تاخدش ولا النفقة ولا المؤخر. باع عشرة العمر، باع إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان عشان ما تاخدش منه مليم. فسبحان الله، يعني قد ايه الواحد لما بيستعبدوا المال بينسى مبادئه تماما اطلاقا. دايما جنبك لو ناديته. تعالوا احكي لكم قصه واحد فعلا عبد المال والمال خطف قلبه. يمكن الواحد ده موجود في بيوت كتير من بيوتنا، لكن انا فعلا لما قرات القصه دي قلبي اتقبض ان للدرجه دي ممكن واحد ينسى ربنا وينسى الناس وينسى الدنيا عشان القرش. القصه دي قصه اخين كانوا من اسره بسيطه جدا، وابوهم توفي وهم صغيرين، وامهم كانت بتنظف في البيوت، وكانوا بيلبسوا لبس من الناس الطيبين اصحاب البيوت الاغنياء اللي كانت امهم بتنظف بيوتهم، قالت لهم لبس، فكانوا بيلبسوا لبس كويس. وكان الولد كل ما يحط لبس شكله شيك عليه يتمنى ان يكون صاحب اللبس ده في يوم من الايام، مش بس يلبس لبس من لبس الصدقه، ودي امنيه جميله جدا. وعرف ان الدكتور ممكن يكون معاه فلوس، فاتمنى يخش كليه الطب وذاكر ونجح وجاب مجموع عالي في ثانويه عامه ودخل كليه الطب. لغايه دلوقتي هو ماشي بطريقه نبويه، انسان عنده طموح بيطلب الرزق وعايز يتوسع في حياته علشان يكون انسان مستريح ماديا. فعلا ده انسان نعم المال الصالح لعبد الصالح. لكن واضح ان الدافع اللي جوه كان دافع عدم رضا، وكان في سنة جشع ما كانتش باينة إلا مع أول موقف. الولد ده كان ساكن في شارع بسيط، كان بتيجي فيه بنت غنية بعربية فارهة جدا تزور واحدة صاحبتها معاها في الجامعة، أصدقاء من صغرهم. والبنت الغنية دي كانت بسيطة جدا في طريقة عيشتها، لكن كانت غنية جدا وكانت بتزور صاحبتها. وسبحان الله أعجبت بأخوه، واخوه وهو انسان بسيط جدا جدا وافقت البنت دي انها تتجوزه وتخطبه، واقنعت ابوها التاجر الغني لكنه بسيط والظهر واضح انه بادئ من تحت، فكان بيقدر الشباب اللي بتتعب، واتخطبت لاخوه الفقير. وبطل قصة النهاردة بدا يحسد اخوه، ومش راضي انه بدا اخوه يترقى ماديا، لان البنت كانت غنية جدا وكانت بتشتغل مع ابوها، ونجح انه يتدحلب على خطيبة اخوه وتعلقت بيه وسابت اخوه. ونهار اخوه دخل المستشفى عشان خيانه اخوه، اخ لاخوه يبيعه عشان البنت الغنيه وتجوزها، واخوه لسه بيتعالج. وساب بيته وامه اتبرت منه لانه انسان غدار باع اخوه عشان الفلوس.
وعدت الايام والشهور والسنين، واقنع مراته الغنيه انها تكتب له نص ثروتها ونص ممتلكاتها عشان ما تخشش بكل فلوسها مع ابوها، يمكن تخسر. كذاب، وخان كل مبادئه وخان ذاته وقيمه اللي اتربى عليها. وبعدين عدت الايام وابو البنت التاجر الغني دخل في صفقه خسرته كل فلوسه. وده بيحصل كتير، ان ممكن واحد غني فجاه الله اعلم في البورصه ولا ايه، فجأة بقت البنت الغنية فقيرة وابوها الغني بقى فقير، وراحت على جوزها بطل القصة تقول له لو سمحت انا كتبت لك نص ممتلكاتي، الحقني انا وابويا محتاجين الفلوس دي علشان نقوم بيها تجارتنا مرة تانية. قال لها ازاي تطلبي مني حاجة زي كده، دي حاجتي. وزي الجبان طلقها، طلقها لانها ما بقتش تساوي اي حاجة، لانها كانت تساوي فلوس دلوقتي بقت محتاجة. وخان قيمه للمرة التانية وباع مراته. قلت لك من علامات الشخص المسحور بالفلوس انه غدار وملوش عزيز. عارف اتجوز مين؟ اتجوز واحده صاحبتها غنيه كان اتعرف عليها في فرح من الافراح، راح كذب وقال لها ان مراتي خانتني عشان كده كانت تستحق ان اطلقها، وفضل يتدحلب تاني ويتخابف تاني ويكذب تاني علشان يتجوز الغنيه ويتجوز البنت التانيه، وبقت الضحيه التانيه. أمه بتدعي عليه كل يوم لأنها شايفة أخوه اللي كان خطيب الست البنت الغنية في الأول، شايفة أخوه حالته بتتدهور كل يوم وكل سنة وكل شهر وأدمن، لكنه الحمد لله تعافى في الآخر. اتبرت منه أمه وزعل منه أخوه، والله أعلم بمقامه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي دخلة الأذان الله أكبر، هو ربنا مش ربه، ربه الجنيه. فعلا تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، عاش عبد للدرهم، باع الدنيا كلها عشان الفلوس. اوعى تكون كده، اوعى تكون بتشهد ان الهك مش ربنا، بتشهد ان الهك الفلوس، تكذب وتغدر وتبيع وتخنصر فلوس وتسرق كل ده عشان المليم والجنيه والدرهم. اوعى كده يا صاحبي، لحسن الشخص ده بيبعد عن عبودية ربنا ويخش في عبودية الجنيه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. بيدفع ثمن كبير المسحور بسحر المال، اللي ربه الجنيه ما بيعيش عيشة عادية، لازم يكون في عواقب بيدفع ثمنها. العاقبة الأولى اللي بتصيب مسحور المال هي قلة البركة. بصوا يا جماعة، المال الغاية منه هي السعادة والسكينة والطمأنينة. إيه فايدة يكون معاك ملايين ومليارات أنت مش مبسوط قلقان ومش مطمن؟ وسيدنا محمد علمنا كده عليه الصلاة والسلام. ومن قلة البركة أعرف قصة تاجر كبير عنده كذا سوبر ماركت، عرف إن تجارة الخمرة فيها ربح كبير، والظاهر إن هو كان مسحور بسحر المال، فما فرقتش معاه. بص بقى المبادئ، راح اشترى الكميات من الخمرة بدأ يبيع. بيقول فرزقني ربنا بأولاد ما عندهمش ذرة بر بيا وزوجة متسلطة. بيقول كانوا ساعات بيهددوني إن هم يموتوني عشان ياخدوا فلوسي. الراجل ده يا جماعة كان بينام في العربية من كتر خوفه ينام في البيت لحسن يقتلوه، كان بينام في العربية. تاني عاقبة من عواقب مسحور المال، تمن غالي قوي بيدفعه، بيبتلى بداء الحرص. الحرص مرض. عارف يعني ايه حرص؟ انك تجيلك فلوس فتخاف. يا عم انت جاتلك فلوس مبروك عليك، لا، يخاف انها تخلص او تقل. والحرص ده خد بالك، انت ممكن تكون مدبر فتبقى مثلا عايز تحوش مصاريف عيالك، تحوش لو حد لا قدر الله عي ولا حاجه، لكن الحرص خوف مرضي. تعرف حد مليونير اخواته بيلبسوا مقطع؟ انا اعرف حد كده من كتر حرصه على المال مش عايز يصرف على اخواته، بيلبسوا مقطع وهو مريش جدا. طب ليه الملياردير بيسرق تاني؟ لانه خايف المليار تتكسر تبقى 900 مليون. انا اعرف ناس كده ملياردير وبيسرق، ملياردير لسه بيغش. طب انت عندك فلوس لو قعدت عليها تشوف امريكا، لكن هو بيتهرب من الضرائب، فش زكاة ماله، كل ده حرصا ان الفلوس ما تقلش. مرض، خوف مرضي. الحسن البصري مرة من المرات قالوا له شفت اللي حصل لمحمد بن الاهتم؟ قالوا لهم ايه اللي حصل؟ قالوا له زرناه امبارح فقال لنا انظروا لهذا الصندوق به 80,000 دينار لم يخرج منها زكاة
ولم يذق منها محتاج. فقالوا له طب انت ليه محوش 80,000 دينار ذهب وما طلعتش زكاتها ولا دوقت منها الفقراء؟ الراجل بيقول انا بحتفظ بال 80,000 دينار ذهب، ما بطلعش زكاة ولا بأكل الفقراء منها خوفا من مصايب الزمن، وعشان اقعد مع اصحابي اتكلم على الفلوس ويبقى عندي ارقام، وخوفا من ظلم وبطش السلطان. ده هو اصلا جور السلطان وظلمه بيجي لما الواحد ما يطلعش الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن: اذا طففتم في الكيل والميزان، ابتلاكم الله بشدة المؤنة وجور السلطان. ده هو اصلا لما الواحد ما بيطلعش زكاة ماله، او لما بيطفف في المكيال، يعني بوزن وزن اقل عشان اخد فلوس اكتر، فاديك الكيلو كيلو الا ربع، او ابيع لك عربيتي وهي مخبوطة وانا اقول لك انها مش مخبوطة ومرشوشة والكلام ده عشان اخد فلوس زيادة. لما تطفف في المكيال والميزان يبتلينا ربنا بالسنين، يعني المجاعات وشدة المؤنة، غلاء الاسعار وجور السلطان. احنا عمالين نقول يا رب حاكم عادل. الحاكم العادل يجي لما نكون احنا ما بنسرقش فلوس، ولما نكون احنا بنحاول ان احنا ما نخنصرش فلوس وما نضحكش على حد وما ناخدش رشوه مقابل اداء، كل دي فلوس حرام، مقابل اداء وظيفتي، من اعمالكم سلط عليكم. فلما الواحد يبقى ماله حرام يبتلى بجور السلطان. قال: ولو منعتم الزكاه لمنع الله عنكم القطر المطر، ولولا البهائم لم ترزقوا. لو ما طلعتش زكاة مالك الدنيا مش هتمطر، ولولا البهايم الحيوانات ما كانش ربنا بعت المطر. فاللي بيدور على انه يبقى مطمن بالفلوس مسحور المال بيبتلى بداء الحرص، مرض، خوف مرضي. الخوف ده ما بيروحش الا لما تطلع، والا لما تجيلك الفلوس من الحلال، والا هيعيش الانسان معاه فلوس لكن خايف من بكرة. قول يا رب وخد قرار، قول يا رب. رقم واحد من العواقب ضياع البركة في الرزق والعمر والصحة والأولاد، ضنكة. رقم اتنين الابتلاء بمرض الحرص، الخوف المرضي من بكرة. رقم تلاتة ودي أصعبهم، إن المال يبيعك يوم القيامة. المال لو اتجمع من حرام يبيعك بكرة بين يدي رب العالمين. المال لو الواحد مسحور بسحر المال ومش عايز يطلع في سبيل الله حق الفقراء في مال ربنا، يجي يوم القيامة يتبرى منك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. قل يا رب وخد قرار، قل يا رب. لما بيطلعش زكاة ماله النبي قال عليه عليه الصلاة والسلام: من لم يؤدي زكاة ماله مثل له يوم القيامة ماله. شجاع، أقرع، تعبان، ضخم، شعره واقع من كتر السم اللي فيه، يأخذ بشفتيه بشدقيه، يلف حوالين رقبته ويمسك في وشه كده في بقه، يقول له: أنا مالك، أنا كنزك. كنزك مش يعني صندوق مليان ذهب، كنزك يعني عمال يكنز المال وعمال مش عايز يطلع منه. أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول رب العالمين: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. تعبان يمسك في رقبته. طب نعمل ايه لما نروح عند ربنا مليارديرات ومعنا فلوس؟ ولا شاب يموت وهو صغير وياما سرق ابوه وامه وسرق فلوس الدروس وياما استلف من اصحابه ما رجعش، تقول لربنا ايه؟ هتقول له: ما اغنى عني مالية. البركة بتروح بسبب سحر المال والجشع والطمع. الإنسان بيبتلى بداء الحرص، ما يبقاش سعيد في الدنيا رغم أن معاه كتير. ثم الأخيرة عبد المال وإلهه تخلى عنه، مش إله ربنا، إله المال. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحلاني، يطول عذابي في بعد عني. تيجوا مع بعض نفك السحر، سحر المال، ونعالج أي واحد فينا عنده شره وطمع وجشع لجمع المال أو إمساكه من الإنفاق. وأنا بحضر قلت لكم الحلقة، أنا مش مستبعد نفسي أكون كده، وقعدت أبص على العلامات، لأن محدش يستكبر نفسه على الفتنة والدنيا ملهاش كبير. أو اللي ما عندوش جشع بس خايف على نفسه،
ان هو ينجرف ورا يشوف حد غني فيتمنى يبقى زيه، او تتفتح له فرصة حرام فيبدأ حياته بشغل حرام. لان سيدنا محمد قال: لو كان لابن آدم وادياني من مال لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لما يدفن والتراب يخش في بقه ده اللي هيريحه، لكن طول ما هو في الدنيا عمال ألهاكم التكاثر. فتعالوا نعالج نفسنا، نعالج نفسنا أولا بالصحبة الصالحة. شوف ربنا يقول لك: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، مع بعض. وأنا دايما بنبسط قوي لما أشوف مثلا أحضر اجتماع في جمعية خيرية جديدة مؤسسينها مجموعة من رجال الأعمال، الفلوس كتيرة عندهم، ربنا يوسع عليهم ويستاهلوا. فلما الفلوس كترت اتفقوا مع بعض يجتمعوا عشان ينفقوها على الناس اللي محتاجاها. فاجتمعوا علشان المال ما يسحرهمش، يلا نساعد بعض. لانك لما تقعد مع ناس كتير بتتكلم على الالافات والملايين والاكتر والاقل، وازاي بيسافروا يتفسحوا في اوروبا، كل ده من حقك، بس المهم تطلع زكاتك وما تكونش الفسحه دي جايه من فلوس حرام. فعشان كده هي الصحبه الصالحه هي المانجا والملاذ. العلاج الثاني لعلاج سحر المال هو الانفاق. بصوا يا جماعه، ربنا عز وجل قال ان الدنيا عقبه، وعشان تتخطى العقبه دي وتجتازها وتروح عند ربنا وهو راضي عنك محتاج تقتحمها. طب اقتحم العقبه ازاي؟ فقال الله: فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه، فك رقبه. تحرر عبد ما بقاش موجود دلوقتي تروح تشتري عبد، بس ده انفاق. او اطعام في يوم ذي مسغبه، يوم في مجاعه، يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. متربه يعني تعلقت ايده بالتراب من كتر الفقر، مش لاقي التراب حتى. فكأن ربنا بيقول لك: عايز تقتحم عقبه الدنيا، انفق وطلع وخليك كريم، عشان تعود نفسك المال ما يبقاش في قلبك، يبقى في ايديك وتسيبه من ايديك كمان وتطلعه. فالصحبة الصالحة رقم واحد، رقم اتنين الانفاق، كتر الانفاق. ولما ربنا يفتح لك فرصة انفاق اعرف انها من ربنا، ده مش شخص محتاج، ده ربنا اللي بعته لك. ويلا نحلم مع بعض بمقام اليقظة، الشخص اللي الفلوس ما استعبدتوش. امنت بيك قربني ليك الدنيا سحرة. تعالوا نحلم بالتشبه بسيدنا سليمان سيد الاغنياء الاوفياء المنفقين. سيدنا سليمان اللي المال ما شغلوش عن رب العالمين وعن حق الفقراء. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، كان ابنه ابن داود سليمان. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وقف قدامه اتعرض عليه خيوله، عشرات الآلاف من الخيول الصافنات الواقفة، عارف الخيول العربية العضلات دي رفيعة دي، الصافنات الجياد السريعة. فضل يشوفها ويحسس عليها وشيء يعني مال يخطف. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وقت العصر، العشي وقت العصر، فهو بيتفرج عليها الأذان أذن عليه المغرب وما صلاش العصر. فقال: إني أحببت الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوه علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فين الخيل اللي شغلتني عن ربنا؟ هاتوها وقام ذبحها واكلها للفقراء. ما دام حبيت الفلوس ونسيت الصلاه، وادي الفلوس اهي. مثل قدوه سيدنا سليمان. انا ما بقولكش اذبح خيلك او طلع فلوسك كلها زي ما هو عمل، لكن لو شغلتك في لحظه اعرف انك انت لازم تنفق دلوقتي عشان تتخلص. ويلا مع بعض ندعي واحنا في وسط الدنيا وفي وسط البهرجه وفي وسط المال اللي بيخطف، ندعي نقول: يا رب طلع حب المال الزائد، لان حب المال مش هيطلع، ربنا هو اللي قال لك انت بتحب الفلوس، بس طلع يا رب حب المال الزائد اللي بيسحر من قلوبنا ويحشي قلوبنا بحبك، وخد مننا الجشع وحط مكانه حب الانفاق، وسع علينا يا رب في الارزاق، يا رب املا قلوبنا بحبك ويشيل من قلوبنا الجشع علشان ما نكونش مسحورين بسحر المال. يا رب تقبل
قبل دعوتي وذلي وخضوعي. كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي. كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربني ليك الدنيا سحران. يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني. وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك. لو ناديته هتلاقيه. جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخل يا رب. قول يا رب فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك. لو ناديته الله جايز ده اختبار. ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. فوق